المصمم شينجي ميكامي هو العبقري اللي ورا كلاسيكيات الثلاثه ريزيدنت ايفل داينو كرايسيس وديفل ماي كراي، والنهارده بيقدم للعالم مشروع جديد بيترقبه عشاق الرعب من سنين على امل ان يستعيد الصيغه الكلاسيكيه لالعاب الرعب واللي كنا منتظرينه حصل بالفعل. يا رجاله This is perfection. زي سايلنت هيل العالم في ذا ايفل وذين عالم خارق للطبيعه واللي بيدي المخرج القدره على اللعب بمفاهيم الواقع وبيفصلك عن اي قاعده من العالم الحقيقي. على الجانب الاخر اللعبه بتعرف كويس قوي تدمجك في العالم ومن غير ما احرق لك اي تفاصيل اللعبه هتاخدك لاماكن شيقه جدا. اللعبه بتحمل احساس دائم بالرهبه، هتحس طول الوقت انك مقهور واللي حواليك دايما اقوى منك، واللي بيبدا تدريجيا بشكل بطيء وبيتحول فجاه لحاله من الهلع والذعر بالظبط زي ريزيدنت ايفل 4. بمناسبه الاحساس بالضعف، البطل ديتكت في سباستيان أبعد ما يكون عن شخصية ليون بطل ريزيدنت إيفل 4. مش هتلاقي نفسك بتنط من الشبابيك وتدي سوبلكسات للزومبيز زي ممدوح فرج، وإنما سباستيان شخصية واقعية في عالم خارق بيعرج لو حاجة أصابت رجله، بينزف وبيكافح لآخر نفس عشان يقدر يستمر، يعني زيه زي اللاعب اللي قاعد قدام الجهاز. اللعبة بتستمر لمدة 20 ساعة تقريبا، يعني طولها مناسب، والرعب اللي فيها أعلى شوية من الرعب اللي موجود في ديد سبيس اللي هي الدرجة اللي تخليك خايف وفي نفس الوقت مش خايف لدرجة انك تسيب اللعبة وتمشي، يعني اللي هي الرايت اماونت اوف خايف. القصة شائقة جدا واحداثها غريبة، ومش هحرق لك اي تفاصيل بس انا متأكد ان الناس هتستمتع بشخصية ديتكتيف سباستيان. القصة مكونة من اكتر من 10 شباتر، بعد كل واحد اللعبة بتقف شوية واللي بيديك فرصة تتنفس بعد تعب الاعصاب اللي في كل فصل. الجرافيك في اللعبة قوي جدا لكن ما تتوقعش الجمال اللي موجود في Alien Isolation، وإنما المشهد عنيف ودموي جدا مناسب للناس اللي بتحب المناظر البشعة. بالنسبة للمواجهات، شينجي ميكامي أكثر من أي شخص تاني في العالم فاهم كويس السر في تصميم الأسلحة النارية، وهو إن الأسلحة تكون مجرد أدوات ليها وظيفة محددة ومش كلها بتنفع في كل المواجهات. البيئة اللي حواليك ضيقة خطرة ومرهقة، معظم خططك هتبوظ وطول الوقت هتحتاج تستخدم أسلحتك بذكاء وإلا النتيجة هتكون الموت. الكومبات مرضية جدا، كل مواجهة بتعد اختبار حقيقي لمهاراتك وكلهم بالصعوبة القصوى اللي بتجبرك تتخذ القرار وانت بتجري، شيء بيخلي الكومبات ممتعة طول الوقت. اعمل حسابك كمان بعض البوس فايتس مهما كان سلاحك مش هيكون ليه تأثير ولازم تهرب. جدير بالذكر ان الستايل ده مميز بيه العاب شينجي ميكامي، وده ستايل كلاسيكي صعب جدا بالنسبة للناس اللي ما لعبتش الالعاب القديمة. فالناس اللي لسه بتجرب النوع ده بالذات اعمل حسابك انك ما لعبتش حاجة زي دي قبل كده. اللعبة بتقدم بعض الالغاز الخفيفة اللي ما بتعطلش سريان اللعبة، وفي كل مكان لازم تتحرك بحذر لان المكان مفخخ. الترابس لو فكتها وما وقعتش فيها تقدر تعدل بأجزاء اللي بتفكها القوس بتاعك. هتلجأ للتخفي كتير بالذات في مواجهة الخصوم التقال اللي معاهم أسلحة مميزة، وهتحاول الأول تلف المكان تقضي على الخصوم الأضعف علشان ما تواجهش كله مرة واحدة وفي نفس الوقت توفر الذخيرة. الخصوم حواليك بيلعبوا دورهم بشكل مثالي. أولاً أذكياء وأقوياء جداً، ضربة هيد شوت بشوت جان أحياناً مش كفاية. ثانياً بيحاصروك بأعداد كبيرة. ثالثاً بيضربوك من قريب ومن بعيد. رابعاً ما بيزهقوش، وأخيراً لو جيت تقتل واحد فيهم بشكل دائم هتحتاج تولع فيه وكبريت بيخلص. من الآخر هتفكر ألف مرة قبل ما تواجه أي حاجة، واللي هو السر الأساسي في عبقرية The Evil Within. مش هتقابل الأسلوب القديم في التعامل مع شنطتك بالمربعات زي زمان، ولكن قدرة سباستيان لازالت محدودة على حمل الأدوات، وبرغم من أنواع الأسلحة والأدوات الكتير اللي معاك دايما هتحس أنك أضعف من الموقف اللي حواليك. إحساس ضروري لأي لعبة رعب تستاهل تمنها زي The Evil Within. علشان تحكم على The Evil Within لازم تبصلها لما هي عليه. اللعبة لعبة Survival Horror بتتبع المدرسة الكلاسيكية، واللعبة بتنفذ ده بالشكل المثالي. الناس اللي لعبت الأجزاء الأولى من Resident Evil هتلاقي اللي بتدور عليه من سنين، والناس اللي ما لعبتش ألعاب الرعب الكلاسيكية لازم تفهم إنها مش هتشوف حاجة زي دي في الألعاب الحديثة. لعبة The Evil Within تمثل تجربة فريدة في عالم الألعاب المعاصر، مش لأنها بتخترع صيغة جديدة ولكن لأنها بتستعيد أمجاد تاريخ تصميم الألعاب الرعب من جديد. بكده تكون المراجعة انتهت. لو عايز تعرف اكتر عن الالعاب دوس على زرار سبسكرايب اللي قدامك على الشاشة، او دوس هنا واتفرج على مراجعة Alien Isolation، او هنا واتفرج على حلقات برنامج The Game Professor، او دوس هنا واتفرج على الحلقة الاولى من برنامج الكلاسيكو. كان معكم عمر، شكرا للمتابعة، واهلا بكم في Game Dozer.